حكى له انه شغلتك طويله وصلت فرستريتد محبط بقول له دكتور انا معقول حاطيه انا ليش ما طبيت واخذت هيك الاجراء مهم جدا تشرح له من اول يوم انه هذا الفروزن شولدر هو مرض بروح لحاله لكن بده وقت طويل بدك تكون صبور بدك تعمل تمارين في البيت مهم جدا تمارين وهلا بنحكي لكم توصيات لكن البيشنت ادوكيشن شود بي ايرلي نوت ليت الان في الليتر ستيج انت هون الهدف ما عنده الم هدف عنده ليميتيشن هون الهدف جينينج رينج اوف موشن اند امبروفينج هيز فانكشن ناو ذيس از ذا فيسز اور ستيجز اول ستيج اللي هو الانفلاميشن والبين والجراجوال لوس اوف رينج اوف موشن بده من شهرين لتسع شهور فاريبل مشان هيك يعني قاعده مثلا انا بستنى اربع شهور ست شهور ثلاث شهور مش ثابته احيانا في مرضى الانفلامات الفيس بتطول عندهم صحيح ولهذا انت بدك تشوف مريضك لكن ان جنرال احنا بالاور براكتس اغلب مرضانا اللي بدنا نقررهم هم غير على فكره من اربع لست شهور يعني اغلبهم بهذا الوقت انا بستنى عاده انه تطول بالي لست شهور الان في السكند ستيج اللي هو اللي بيكون في حكينا ليميتيشن بالدي لايت اكتيفيتي ليميتيشن للموشن كمان بقول له اربع لست شهور وبعدين الفيس الكاميرا فيس الفرونت فيس اللي بيصير بتحسن تخيل قديش ممتد ممكن يمتد لسنتين لكن هون اغلبهم لما يبلشوا يتحسن مش بحاجه لك خلص عامل كفايه هو الان بيتحسن بالاشورنج لإله فبكون متعايش مع بعضه هون طبعا ما بنتدخل ما بنعمل اي سيرجري هون احنا هاي الستيج اللي سيرجري مي بي اوفر هون مش انديكيتد مي بي اوفر في هاي المرحله not here not here okay natural history functional recovery within 1 to 3 years it's a symptom طب ليش متدخل بسببين السبب الاول المريض بيعاني من تغلب في حياته فاكيد لازم نحل مشكلته نساعده نحل مشكلته الشغله الثانيه انه residual symptoms and restriction of shoulder motion in the long term are not uncommon يعني تخيل تحكي له معلش تحمل سنتين ثلاث وبعدين بعد سنتين ثلاث لسه still dysfunction ولهذا قرارنا بدنا ناخذه بناء على شكوى المريض قديش متغلب المريض في حياته اليوم لا يعني سيلف ليميتنج موستلي انه تخلي المريض يعاني وبعدين بالاخير ما يتحسن وات ار ذا تريتمنت موداليتيز نون اوبرتيف ذيس ذا رول زي ما حكينا الاوبرتيف سوبرفايز نيجليكت يجونا مرضى عنده فروزن شولدر كويس وبحتاج يسكر شوي بياخذ وعايش حياته ويبعد عنه خلي لحاله بس علمه شوي تمارين في البيت حتى ببعثهمش على فيزيكال أعلمهم عنا في العيادة وبحكيهم يعملوا تمارين. فيزيكال ثيرابي أغلب المرضى اللي مش بيقدروش يعملوا لحالهم تلاقي إنه والله عندهم آلام كثيرة لا بنبعتهم فيزيكال ثيرابي. انترا ارتيكولار ستيرويد انجكشن ما تتردد في الفروزن شولدر ما تتردد تعطي ستيرويد انجكشن. افكتيف صحيح شورت يعني اسبوعين ثلاث شهور افكتيف وممكن تكررها لكن الفكرة بدها تعطيها انترا ارتيكولار مش رح نحكي عنها لاحقا. operative capsular distension ما بنعملهاش بعد في حد يسوي اللي بيعملها ما بنعملها بس بتعطي فوليوم 50 سي سي بتعمل manipulation painful risk of infection ما بنعملها manipulation under anesthesia this is very common procedure arthroscopic capsular release more reliable اللي رح نحكي عنهم لكن بشكل عام هذول ما بنعملهم لاجئ نعملهم للي ما بيتحسنوا على الكونزرفيتيف وعلى الاستيرويد انجكشن لفتره 6 شهور. هلا في دورات تحكي 3 شهور، احنا في البراكتس 4 على 6 شهور، انت باين ما في كونسنسس، لكن بدك تتوقع انه 6 مانس از جود تو ديسايد. نو كونسنسس اباوت ذا اوبتيمال تريتمنت. فيزيكال ثيرابي امبورتنت بين كنترول اند ريستوريشن موبيليتي. سوفت تيشو موبيلايزيشن جنتل ستيتشنج، اهم شيء انه يكون جنتل ويعمل في البيت احنا بنحكي لمرضانا لا تزعل الكتف شد عليه بزعلش خليك لطيف شوي توك تو ذا تيشو كانك تحكي مع النسيج كلامه كثير يعني بمعنى اخر انت بتعمل ايه؟ استنى يخلص كلامه شو كلامه؟ الالم بعد ما يخلص كلامه برد بزود شحنه كلامك قليل كلامه كثير بيطول ها هيك نعلم مرضانا حقيقه في العياده احكي مع الكتف طول بالك خليك صبور شوي جنتل وذ سوفت تيشو جنتل ستيتش اذروايز هي ويل اجريفيت ذا بروبلم
هلا رح نحكي لكم لما نوصل نحكي لكم أمثلة كيف الموضوع. This is my advice to the patient and physical therapist. أول إشي don't accept no gain without pain. ما في إشي اسمه no gain without pain. Should be no pain. Physical therapy should be within pain tolerance. Either no pain or pain tolerance. فأي مريض بيجي يقول لك المعالج قال لي معلش تحمل بقول له ما بصير هاي العلاج طبيعي وليس جلسة عذاب مش هيك. بحكي للمعالج أرجوك لا تخلي المرض يكره التمرين. حرام عليك. بحاجة للتمرين لا تخليه يكره. لما تقاله بصير يكره التمرين. شو صار؟ هاي. Exercise should be always within pain tolerance. وين راحت؟ هاي اللي بحكيها تزعلش كتفك، تزعلش الأنسجة، خليها براحتها، أوكي؟ يعني تشدش عليها. Your shoulder needs you every 2 to 3 hours. Don't be absent. احكي لهم كتفك بحاجة لك كل ساعتين ثلاث بالكثير 4 ساعات لا تغيب عنه. يعني لا بصير المريض يجي يعمل اليوم الصبح وبكره الصبح مزبوط بده تكرار يعني بالليترشر 4 to 5 times daily. احنا نحكي لهم هيك التزموا كويس اغلبهم التزموا. Intra-articular steroid injection. طبعا هون هاي التعليمات مهمة ولازم من البداية نحكي لهم مش ليه. Intra-articular steroid injection I use it routinely. ممكن نعيدها حكيت لي مرة مرتين ثلاثة. اتفاجئت وانت حاضر المحاضرة لقيت في بعضهم جاتوا 5 injections. أنا؟ خلاص يعني monthly أو حسب النيد بس up to 5 injections. طب الساعة قديش بعطي injection؟ أنا تقريبا أنا بعطي واحدة بعيدها ممكن بعد شهر بالكثير بالكثير إذا شفت المرض متقلل بعطي ثلاث بس you can give more بحسب اللي أنا قرأته you can give more. الإفكتيف زي ما حكينا بالشورت تيرم لكن هون مهم كيف أعطي الستيرويد إنجكشن. كثير مرضى بيجوا السبع كروم مضبوطة هون أعطي السبع كروم أوكي بس تعطي إنترا أرتيكيولر لأن سينوفيال إنفلاميشن إنترا أرتيكيولر. هلا هذا should be ultrasound guided. If you have enough experience you can give it without. إحنا شولدر سيرجن بعطيهم بالعيادة كأني داخل بالسكوب نفس الدايركشن وبحس فعلا أول شيء بعطي infiltration subacromial بستنى شوي عشان لما بدخل في الجوانت أحيانا بتألمه بعدين بنعطي التراجع. لكن الأفضل إنه ultrasound guided. أوكي ناو MUA إحنا كجراحين وشولدر سيرجن بنحب نعمل عملية ما بنعمل عملية مش لأنه مش كويس بس لأنه جبنة يعني بنخاف لا سمح الله إنه نعمل manipulation يكسر العظم. بحكي مدام أنا بعد بقدر أعمل arthroscopic بعمل arthroscopic. لا يعني الدراسات إنه the review literature manipulation is effective good modality of treatment satisfaction rate وصل 85%. تخيل ال complication 0.4% هاي review يعني ولا إشي صحيح. عشان هيك safer لل non expert surgeon لأنه العملية الأرثروسكوبية بالفروزن صعبة جدا مش سهلة. فالنان إكسبرت يجوز يعمل مانيبيليشن أحسن من يعمل الأرثروسكوبية. كيف بيعمل؟ في ستيب أول شيء ريفليكشن بعدين أبدكشن إكسترنال روتيشن بعدين أبدكشن إكسترنال روتيشن. ما يزودش الليفر أرم يعني يمسك قريب على الشولدر مش يمسك من هون لأنه هيك زاد الليفر أرم. فهي مهم لما تعمل مانيبيليشن تقرأ إيش الأفضل تكنيك إنك تعمل مانيبيليشن وتكون كمان جد شوي شوي. So, أي مرضى اللي بنعملهم patient unable to cope with or إنه يتعايش مع the stiffness والpain. هذا أول شرط. الشرط الثاني كل مريض لا بده يكون عدل stage 1 يعني stage 1 increasing pain. أنا لما أشوف إنه الpain بلش يخف هون الستيج بلش في stage 2 اللي ممكن نعمل manipulation. واضح الفكرة. بعدين بده يكون في عنده فعلا limitation للإكسترنال روتيشن أقل من 50% من الأذر. Minimal duration of 3 months. شفتوا احنا حكي 4 to 6 minimum 3 أفضل 4 to 6 بجوز 6 months. And failure to respond to other measures يعني عملت له علاج طبيعي وعلمته تمانية في البيت وعطيته injection وما استفاد وقت ممكن نفكر بـ This advantage زي ما حكينا الجبان مالك humeral fracture, glenoidal fracture, shoulder dislocation, brachial plexus, cartilage or rotator cuff damage from cover. فالجزء الأرثروسكوبي مرة ليا للي عنده good experience. المسألة الأخرى أنت ما تعرف لما تعمل بلاش ترزع في الكبسول ولا في شيء كمان تضرب صحيح؟ يعني
unpredictable، ما بتقدر تتنبأ شو الانجري اللي صار. هذا لا يعني انه مش خيار كويس. اوكي؟ الان هون ايفن هيو وجد انه ديس امبروفمنت انقارن بين مجموع ثلاث مجاميع. الفروزن شولدر اللي برايمري ايديوباثيك واللي بوست تروماتيك والبوست سيرجيك. فوجدوا انه هدول الفروزن شولدر ايديوباثيك بيستفيدوا اكثر من الميوريك. هم اللي بيستفيدوا. اللي بوست تروماتيك او بوست سيرجيكال البنفيت اقل، يعني الريجين للموشن اقل. عشان هيك في الايديوباثيك الميو اي از بيتر ذان وين يو دو ميو اي افتر سيرجري. اوكي؟ Now arthroscopic arthrolysis, it's a more reliability method with a low complication rate for restoring function and reducing pain in patient with frozen shoulder. This is a review article. Now, Lafos عمل كمان دراسة على تكنيك مختلف شوي. احنا المشكلة لما بندخل بالجوينت بالفروزن ما في space contracted. فبنواجه صعوبة. فأحيانا إذا وجدت هاي الصعوبة ممكن تعمل بعمل لافوس بروسام كرونيال بلوك، بعدين تروح بعمل ابليشن من الأمام وتدخل للجوينت وتعمل الطوارئ. How can we do arthroscopic arthrolysis؟ دائما ابدأ بالإكزامينيشن أندر أنستيزيا، تأكد من تشخيص المريض نايم. زائدا بعد ما تأكد من الأبدكشن والاكسترنال روتيشن اعمل فيديو، وهذا الفيديو اعطيه للمريض انه انت هيك كويس، بس تخلص صور فيديو اعطيه للمريض هيك صوره. هذا بيعطي حافز موتيفيشن انه يحافظ على النتيجه اللي شافها بعيونه، صحيح مخدر بس تعطيه فيديو وهو شاف. الان بنعمل المعطي بنحدد. الان هذا السيل بارت الكروزن اللاتيرال، نحدد الاكتيريال يعني بيازن قلبك يحطه سايلنت وين بشر. اوكي لان نحط الكره قوي سي ال ليمنت. اوكي بنحدد وين البورت تبعنا. هلا اللي يجوا احنا عاده ندخل 2 سم 2 سم صحيح. لاحظ هون في الفروزن شولدر ما في عندنا سبيس، فاحنا بدنا نروح ليتل بيت هاير لما الهيد يغير الدايركشن مش على الايكويتر للهيد، نروح فوق. عشان هيك في هاي الفروزن شولدر انا رح احط البورتال ليتل بيت هاير ليتل بيت ميديوم، واضح؟ عشان نقدر ناخذ اكسس انترارتيكولي. هلا الانتيريور احنا عاده هون بنحط الانتيريور، هون بالفروزن لا لازم. كيف احنا شفنا اذا لاحظتوا بالورك شوب بالبانكر حطينا النيدل بدنا ندخل نوصل للانفيريور. تخيل هذا عنده انستابيليتي وبدنا عاملين هم كنا نوصل لوين؟ لتحت. طيب كيف عنده فروزن؟ كيف بدك توصل للكبسوله؟ ها؟ اذا انت مش عامل بورتل كويس. فعاده ما بحط هذا هون، لا بنحطه هون، شايف؟ شايف الاي سي جون تقريبا انتيرير، بحطه هاي عشان اقدر ادخل على الكبسوله، تمام؟ اوكي. ناو لاحظوا هون الانسيرشن. فيري نايس تريك اللي فرجناه فيه امبارح كمان، هون اوف بنفيت انك تحط سويتشنج رود. بنبعد الهيد. لاحظ هون لما بتدخل قلق قديش في صعوبة قلق. لاحظي رجل شايفين قديش؟ هيك شايفين؟ فقديش صعب. مشان هيك بدك تخلي بالك انه ما تعمل انجري وانت بتدخل، مهم جدا. مشان هيك this is not surgery for beginners. الفروزن شولدر من اصعب عمليات بالارثروسكوبي. الان بدنا نشوف كيف في حركات نعمل عشان نقدر نوصل للانفيريور. الان هون ندخل لاحظوا قديش الانفلاميشن قديش الكونتراكشن ما في، طلع هاي البايسبس فوق في شيء بتقبل فيري نارو. نفس الشيء ندخل بنحط سيزار بنوسع. اوكي بعدين ندخل بال الريديو فريكونسي ابليتر ونعمل ابليشن للانترفال. لان المشكله كلها وين هي اصلا؟ الانترفال وبالكراكو نيورال ليفل. نعمل ابليشن نشيل الانترفال بعدين
كيف هون بس ندير بالنا على ايش؟ على السبسكرايب. هاي اللي شايف السبسكرايب طالبين عليها، ندير بالك كمان. ايوه بعد ما عملنا ابليشن للتنفس طلعوا وين رحنا؟ رحنا على الكره اللي بتشوفها، لانه احنا بدنا نشيل الاوريجن تبع الكره من هون لليمين، نعمل نفس الاوريجن فوق على الفيس يجي من فوق. انا هلا من بوستيريا دخلت الكاميرا ورحنا على الكره الكويت هي اللي بتشوفها المنظر كمان الابليشن للتنفس لاحظتهم. هاي الكرة كلها بتشوف النظف عبيد نشوف البون، بس بدي بالك هون على الكونجون تندر. انا بستيريا هذا البورتر نفسه الانتيريور الان هاي شايفين كيف عملنا بعد ما نعمل ابليشن هون نروح على هاي شوف الكبسول ها شوف قديش تك لما يجي شوي شوي على ما هنا بنصير نعمل نفتح الكبسول نعمل كبسول تاني احنا نعمل 360 ديجري كبسول لاحظ ها نفتح شوي شوي هون بدها تكون على مهلك شوف انا مش قادر اعمل اكسس بعطيك قديش صعبه انك ما بتشوف كويس فاحيانا شو بنعمل نفس الكاميرا على الهيد بنعمل شويه بوش للهيد بالكاميرا تكون فيري جنتل عشان ما تعمل برنت على الهيد. This is one way انا تعلمتها من دكتور سويلينز ادمستيشن. شوف هون بنفتح بعدين بنصير شوي شوي على مهنا بعدين بننزل بنكمل. نعم اتس يعني منها 40 مينت هون رحنا بستيريو اذا عملنا سويتش للكاميرا رحنا بستيريو نفس الشيء نعمل الخطوه بنفتح الكبسوله نفس الشيء على ما هنا وشوي شوي الدايركشن دائما باتجاه الجلينوي يعني ما نروح على التندرز اوكي ما نروح الكبسوله دائما ميديا بعد ما خلصنا بوستيريور هلا احنا الكاميرا من الامام لاحظين دخلنا هون طلع احنا وين وصلنا بالانتيريور ريليز خلص يعني حوالي الساعه 6 6 ونص لاحظين فالاكسس بدنا نوصل بشكل كويس بالبوكس ميديا الان هون بنكمل هون شايفين بنكمل طلع انا وين حاط الدايركشن لفوق ليش شو في تحت مين بيعرف؟ عشان تديروا بالكم يعني لا تتحمسوا شوي شوي 6 اوكلوك 1 سنتيمتر يو مليمتر ايوه فهون دير بالكم يعني شوي شوي خاصه اذا استخدمت ابليتر لحط لهم صار كونتراكشن لما عملت شو قديش قريب ها فمشان هيك بدكم تديروا بالكم اكس ريلي ديفكت بعد ما تخلص الكبسول بتروح على السبع كروميوم هون عندنا فيديو شو شوف قديش انا حطيته شوف الفايف اوبتيك باند هاي وانا بنظف حكيت هذا ايش هذا سي اليمنت ولا كف ولا شو هذا انا تخربطت فعليا طلع فايف اوبتيك باند كيف الديبوترين مش حكي لها زي الباثولوجي مش حكي لها في الباثوفيزيولوجي انفلاميشن كونتراكتشر وادهيجنز هاي الادهيجنز باند السبع كروميوم مش هيك انا روتين بعمل سبع كروميوم ريليز زياد بتعمل روتين؟ هاي زياد طيب زياد بتعمل تيريتومي روتين؟ يعني بالفيميل بالميل يعني اخر واحد عملناه كان عمره صغير والله بس الحمد لله ما في باثولوجي فش على البكاش معي بس عنده دايابيتس اوكي اضطرينا نعمله السؤال ما عمل تيلو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 
عندي عندي باث فيزيولوجي ما بعتقد، لكن ممكن انت تشيل كل السورس اوف بين. هلا البايسبس تيبتومي في سيرجن اسمه كيلر بايسبس كيلر، بخلص اي شيء بشيل البايسبس. ليش؟ ما بدي اروح سكند سيرجن يكون هو سورس اوف بين. واضح؟ الان بعد ما تخلص برضه سجل وثق. لاحظ الان شايفين هون بيعمل فول ابدكشن، هذا هو مان هيك، بعدين اكسترنال روتيشن، هذا بتسجله كمان بتعطيه للمريض عشان يشوف انه كيف تحسن، هذا بيعطيه موتيفيشن انه يستمر. الان بعد ما نخلص ونشيل الفريمينج انا بعمل كمان مانيبيليشن بتاكد انه كويس، بتاكد خاصه الفورورد ريفليكشن ها، واللي بتطلع ابدكشن اكسترنال روتيشن، بتكون جنتل.
تمام. الآن مرة ثانية بعد العملية خلصت، لا أحكي للمريض هاي البداية، يعني هاي سهل علينا إيش بعده، يعني مش إنه العملية والطيب عشان نفس التعليمات، لكن هون بضيف عليهم إنه إذا ما عملت ممكن النتيجة تكون أسوأ من لو ما عملنا العملية. فمشان هيك بعد العملية ضروري جدا الالتزام، إذا كنتش ملتزم قبل بعد العملية ضروري نفس التعليمات، وهي جزء من التمارين احنا نعلمها لمرضانا، نخليهم حتى في العيادة اللي تجيكوا يعملوا على الباب وعلى الحيط، شايفين هون بالعيادة يعمل البندول، هذا روتين لازم كل يوم هو يعمله 4-5 مرات، كل ساعتين لثلاث للأمام وللخلف، البندول الجانبي والدائري. اوكي، زائدا هون انا بوقف وبعلم الاهل انه تعالوا ممكن تساعدوه، يا اما بحط ايده على طرف الباب بحط ايده هيك بصير يلف شوي شوي زي ما فرجيناه في الصوره، او او طريقه كويسه خاصه بالسين روتيشن. شوف كيف بحكي للاهل، بتحط الجذع هون هيك على الابره وبتمسك الحال، ايوه، وبعدين بايدك بلطف بتطلع عليه شوي شوي دوره وبتوقف. توك تو ذا تيشو ذا سيم، توك تو ايش؟ تو ذا شولدر جنتل. يلا وصلت هاي الطريقه، علموها للمرضى في العياده. اوكي، انا بعملها وزوجته اللي بتصور اوكي انه كيف تعمل، انا بحكي له في الم، بساله في الم ضروري يحكي لي ما في، اوقف عند حدود الالم. ارجوكم هاي انا بحكيها بحرقة من كثر ما بنواجه مشاكل مع مرضانا من الفيزيكال ثيرابي جايين او من عيادات ثانيه، الكونسبت خاطئ، مشان هيك شود بي فيري جنتل، لا تخلي مريضك يكره التمرين. يستخدم جاذبيه الارض، اهله يساعدوه، يستخدم الباب، يستخدم الحيط، شايف هون نفس الشيء، ممكن من هاي المرحله لهي المرحله يقعد مثلا 3-4 دقائق 5 دقائق على مهله، المهم يحصل اللي بدنا اياه. ريكفري فيزيكال ثيرابي مهم جدا تو مينتين وات وي هاف اوبتيند انترا اوب، ريكفري تايم بعد العمليه فاهم، انا بحكي لهم والله يبقى شهرين لثلاث مع الكوميتمنت مع الالتزام، مهم جدا لانه ذا موست امبورتنت فاكتور التزام المريض، اذا ما التزم ما راح تيك هوم مسج، فروزن شولدرز ار كومن اند موست سيلف ليمتنج ديزيز، دايابيتس اند ثايرويد ديزيز ار كومن ريسك فاكتورز، زلت تريتمنت از ذا رول including medical and physical therapy and patient education and patient education. Steroid injection is effective to improve symptoms for short term and early stage and can be repeated. Operative treatment only for selective cases or recalcitrant cases. MUA is effective but should be very careful. Risk of serious complication. أسوأ combination على الإطلاق stiff shoulder with periarticular fracture. أسوأ كومبينيشن، شيء تعلمنا من المهمين. Arthroscopic arthrolysis is effective treatment with low complication rate but only for selected cases by experienced surgeon. Let's take it off here. Post-operative physical therapy and home exercise with the patient's commitment is a key for success. Thank you. شكرا لك. أي سؤال دكتور أسعد؟